السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة أصالة. نكمل عقبة بالنهايات. النهاية عند ما لا نهاية. النهاية عند ما لا نهاية. خنشوف النهاية المنتهية. ما توا باهيم النهاية المنتهية هي شنو؟ لما الإكس تؤول إلى سالب ما لا نهاية أو ما لا نهاية. لما يعني أما نحل مسألة الإكس تؤول إلى سالب ما لا نهاية أو ما لا نهاية، هنا النهاية منتهية. تمام، هنا النهاية منتهية. تمام، خلينا نشوفه احنا. تمام، خلينا نشوفه النهايه المنتهيه كيف هي، وناخذ معاها خط التقارب الافقي. ناخذ معاها خط التقارب الافقي. احنا كنا واخذين خط التقارب الراسي، سوى خط التقارب الافقي. شنو هو خط التقارب الافقي؟ يسمى المستقيم واي تساوي ال. خط التقارب الافقي على متن دال اف اكس اذا كانت اف اكس تساوي ال. يعني لما انا يطلع لي رقم، يعني عندي خط تقارب اللي هو ال بتاعي، هو الإجابة بتاعي يعني. فهمت؟ أوكي، خلينا نشوفه. خلينا نشوف وين أول مسألة اللي هي شنو؟ لمت الإكس تؤول إلى ما لا نهاية. هنا شنو هذه؟ هذه شنو هذه؟ هذه نهاية منتهية. هذه نهاية منتهية. فهمت؟ هذه مسألة نهايتها منتهية. المهم واحد خلينا نعوض بالتعويض المباشر، يعني نعوض عادي. هتكون لمت واحد على ما لا نهاية اللي هي هتكون لي تساوي صفر، صح ولا لا؟ لا بي خلاص، يبقى خط التقارب الأفقي يساوي صفر. يو واي، والواي تساوي صفر. تمام باهي. مسألة هذه سريعة، خلاص مش هنحل كل، أنا سهلت لنا، حل بس مال المسألتين. نشوف المسألة هذه، لمت الإكس تؤول إلى ما لا نهاية 2 أس سالب إكس زائد 3. خلاص خلينا نعوض. لمت إكس تؤول إلى ما لا نهاية 2 أس سالب ما لا نهاية بشنو؟ شنو 2 أس سالب ما لا نهاية؟ بصفر. ليش؟ لأن 2 أس سالب ما لا نهاية هي نفسها قلنا واحد على 2 أس ما لا نهاية. تمام، 2 أس ما لا نهاية بشنو؟ بما لا نهاية. يبقى 1 على ما لا نهاية، 1 على ما لا نهاية بشنو؟ صفر. فهمت؟ يعني تلف تلف وتجي تصفى على صفر. تمام، يعني صفر زائد 3 منها تقعد لي الإجابة تساوي 3. تمام، بس هذا هو، هذا هو رف. تمام، ونقول خط التقارب الأفقي يساوي 3. هذه هي. بس اعرفوا كيف تفرقوا بينه وبين خط التقارب الرأسي، اعرفوا كيف تفرقوا. تو خلينا نشوف النهاية الغير منتهية. باهي النهاية الغير منتهية كيف؟ النهاية الغير منتهية كيف؟ مثلا مثلا قال لي لمت الاكس تؤول لما لا نهاية للاكس اس ان. تمام، هذا تو ما لا نهاية اس ان. طب الان هذا مش معروف، كان فردي، كان زوجي، كان سالب، كان موجب، شعرف؟ هنا انا مش عارفه صح. يعني هنا انا بترتب عندي حلين، بنقولي اما اذا كانت الان تساوي 1 3 5 7 9 راهي بسالب ما لا نهايه. بي لو كانت الان تساوي 2 4 6 8 راهي ما لا نهايه. فهمتوا كيف؟ خلينا نشوف مثال. خلينا احنا شنديرو نشوفوا مثال على هالكلام هذا، وبإذن الله جو تمام. لمت اكس للما لا نهاية الاكس اس تكعيب. هذا شيء تو هذه مسألة هذه. لمت الاكس تكعيب الاكس تؤول للما لا نهاية. شنو اجابتها هذه؟ يعني كيف الاجابة عليها؟ شنو اجابتها؟ اجابتها اننا يعني نعوض صح؟ عادي، اكس تكعيب للاكس تؤول للما لا نهاية. ما لا نهاية أس تكعيب شو تساوي؟ ما لا نهاية عادية. بي لو مثلا نفس المسألة هذه باهي، والإكس تقول لي سالب ما لا نهاية الإكس تكعيب، شنو الإجابة هنا؟ حتكوني سالب ما لا نهاية لكل أس تكعيب شو تطلع لي؟ سالب ما لا نهاية. بي علاش سالب ما لا نهاية طلعت لي؟ لأن هنا الأس شنو؟ الإن بتاعي فردي. تمام، طبعا الإن ديما راهو، الإن ديما راهو زد أعداد طبيعية، زد الموجبة، أعداد طبيعية الموجبة، يعني من صفر للما لا نهاية. تمام باهي، خلينا نشوف المسألة الأخرى. لمت الإكس تؤول للما لا نهاية للإكس تربيع.
هذه هتطلع لي إجابة ما نهاية طول ما نهاية تربيع ما نهاية. بي لو سالب limit x تنتمي للسالب ما لا نهاية للإكس تربيع. شو تساوي هنا؟ راح تساوي ما لا نهاية برضو. عليش؟ لأن الأس عدد زوجي. يعني أنا القاعدة اللي قلتها لك من بدري تنطبق على السالب ما لا نهاية بس، تمام؟ لو أنا الليمت بتاعتي أقول لسالب ما لا نهاية، إذا كان n عدد فردي راهي سالب ما لا نهاية، إذا كان n عدد زوجي راهي بما لا نهاية، تمام؟ بس هذي يرى. خلينا نشوف آخر مسألتين اللي هنا الليمت x تؤول للما لا نهاية لناقص 7 x أس 6. خلينا نعوض، ناقص 7 في ما لا نهاية أس 6، ما لا نهاية أس 6 بما لا نهاية، في سالب 7 بسالب ما لا نهاية. شفتوا السالب؟ مع أن هي بما لا نهاية العضالية، لكن عشان السالب في المسألة مش شوري أنا. بترى لو نشوفوه بالسالب ليمت الإكس تنتمي للسالب ما لا نهاية، شنتو ناقص 7 الإكس أس 6. خلينا نعوض، ناقص 7 للسالب ما لا نهاية، كان كتبت 8 الإكس أس 6. أول حاجة 6 عدد زوجي، بيلغي شنو؟ السالب. أنا راه هنا بيلغيه السالب، يبقى عشان تقعد هتقعد ناقص 7 في ما لا نهاية. عرفتوا كيف؟ هذا عدد زوجي، يعني السالب ما لا نهاية هنا بتمشي. سالب ما لا نهاية، سالب في ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية، تمام؟ بس هذه هي راه، هذه هي. تركيز بس، تركيز تركيز. خلينا تو نشوفوا نهاية دالة كثيرة الحدود. نهاية دالة كثيرة الحدود با سهلة بكر، سهلة بكر. شن نديرو؟ طبعا عارفين احنا كثيرة الحدود شن تقد شكلها، يعني مثلا او ناخذ اول مسألة ليمت الاكس تؤول لسالب ما لا نهاية تلت اكس اس 4. هذه شنو اجابتها؟ هذه خلينا نعوض تعويض مباشر، واحد على ثلاثة للسالب ما لا نهاية أس أربعة، سالب ما لا نهاية أس أربعة هتضطير السالب لأن هذا أس زوجي، هتجي التلت في ما لا نهاية اللي هي بما لا نهاية، تمام؟ بس هذه هي، هذه دالة كثيرة الحدود. بترى نشوف المسألة الأخرى، ليمت الإكس تؤول للسالب ما لا نهاية لـ 7 إكس أس 5 ناقص 4 إكس أس 3 زائد 2 إكس ناقص 9. هذه توا ما فيش داعي إني أنا ناخذهم كلهم ونعوض فيها كل هذه، لا، ناخذ أكبر أس، أكبر أس اللي هو شنو؟ هو حناخذ الليمت إكس تؤول للسالب ما لا نهاية لسبعة إكس أس 5 اللي هي شنو نديرو؟ خلاص نعوض، هتجد 7 في سالب ما لا نهاية، هتجد الإجابة سالب ما لا نهاية. ليش؟ لأن أس 5 هنا عدد فردي فهتبقى السالب، يبقى الإجابة هتكون سالب ما لا نهاية. ونفس الجو للمسألة اللي تحت، ناقص 4 إكس أس 8 واخذ أكبر أس لتول أكبر أس هو أس 8 ومعوض به، سهلة بكرة، تمام؟ خلينا نشوف اللي تحت، نهاية الدالة متاع الإي أس إكس ولين أس إكس. الفيديو القادم إن شاء الله.